السلام الله عليكم سيدة، بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التقويم التشخيصي فهم المسموع. هذه الحصة تندرج في الأسبوع الأول من السنة الدراسية. المرجع المفيد في اللغة العربية للمستوى الرابع. إذن نبدأ على بركة الله. نبدأ بداية بقراءة النص السماعي التشخيصي التقويمي. صغيرة ولكن. كانت فأرة صغيرة تعيش في الغابة، وفي أحد الأيام قالت: الشمس طالعة والجو لطيف، سألعب طوال اليوم. خرجت الفأرة من مكانها وأخذت تقفز وتلعب مسرورة. مرت على الأسد وهو نائم، فشاهدت فراشة على وجهه. قفزت الفأرة تلاعبها، فطارت الفراشة، وصاح الأسد غاضبا وزأر زئيرا مخيفا، فخافت الفأرة وارتعشت. نظر الأسد إلى الفأرة وصاح: كيف تقفزين على وجهي وأنا نائم؟ لا بد من معاقبتك. بكت الفأرة وقالت: سامحني يا سيدي، فقد أنفعك في يوم من الأيام. ضحك الأسد قائلا: كيف لفأرة صغيرة أن تنفع أسدا قويا؟ لكن سأعفو عنك هذه المرة. وفي أحد الأيام وقع الأسد في شبكة صياد لم يقدر على الخروج منها، فبدأ يزأر بأعلى صوته: النجدة، النجدة، أنقذوني، أنقذوني. كل حيوانات الغابة رفضت مساعدة الأسد. توجهت الفأرة نحوه وشرعت في قرض حبال الشبكة بأسنانها. خرج الأسد من الشبكة فرحا ونظر إلى الفأرة وقال لها: شكرا لك، من هذه اللحظة أنت صديقتي المخلصة التي تستحق أن ألعب معها. إذن هذا هو نصنا التقويمي السماعي. إذن نجيب عن الأسئلة المرافقة لهذا النص. إذن أستمع وأجيب، أضع علامة في خانة الاختيار الصحيح. التقت الفأرة بالأسد في الحديقة، في البستان، أو في الغابة. إذن التقت الفأرة بالأسد في الغابة، في الغابة. أضع علامة في الخانة المناسبة. صاح الأسد غاضبا لأنه وجد الفراشة على وجهه، صحيح أم خطأ؟ نعم، لأنه وجد الفراشة على وجهه، لا خطأ. وجد الفأرة على وجهه، نعم صحيح. رفض اللعب مع الفأرة، خطأ. إذن صاح الأسد غاضبا لأنه وجد الفأرة على وجهه، لأنه وجد الفأرة على وجهه. أرتب أحداث الحكاية بترقيمها من 1 إلى 6. إذا نقرأ الأحداث ثم نقوم بترتيبها. خرج الأسد من الشبكة فرحا، شرعت الفأرة في قرض الحبال الشبكة، زأر الأسد زئيرا فخافت الفأرة، وقع الأسد في شبكة لم يقدر على الخروج منها، رفضت حيوانة الغابة مساعدة الأسد، قفزت الفأرة تلاعب الفراشة. إذا الحدث الأول هو حينما قفزت الفأرة تلاعب الفراشة، هذا هو الحدث الأول. الحدث الثاني زئير الأسد وخوف الفأرة. إذا زأر الأسد زئيرا فخافت الفأرة. الحدث الثالث وقوع الأسد في الشبكة ولم يقدر على الخروج منها. إذا وقع الأسد في شبكة لم يقدر على الخروج منها. الحدث رقم 4 رفضت حيوانة الغابة مساعدة الأسد. الحدث رقم 5 شرعت الفأرة في قرض حبال الشبكة. والحدث الأخير خروج الأسد من الشبكة فرحا. إذا خرج الأسد من الشبكة فرحا. إذا قفزت الفأرة تلاعب الفراشة، زأر الأسد زئيرا فخافت الفأرة، وقع الأسد في شبكة لم يقدر على الخروج منها، رفضت حيوانة الغابة مساعدة الأسد، شرعت الفأرة في قرض حبال الشبكة، خرج الأسد من الشبكة فرحا. التعبير الكتابي. إذا انطلاقا من الصور أو المشاهد باستعمال ما يناسب من الروابط المقترحة، أنتج نصا مكونا من 4 جمل أتحدث فيها عن هذه المشاهد. إذا لدي مجموعة من المشاهد، إذا لاحظوا معي
في الحي هناك نفايات منتشرة في كل مكان ومتراكمة في كل مكان في الحي. لاحظ الأطفال هذه النفايات فقرروا على التعاون في جمعها على جمعها، وفي الأخير أصبح الحي نظيفا وجميلا. إذا نبدأ، سأستخدم لون مغاير لي أكتب به الروابط. إذا لاحظ الأطفال أن النفايات أصبحت منتشرة في حيهم. إذا لاحظوا معي الروابط و ف ثم لذلك أخيرا. إذا سأستعمل و، وأصبحت صورته مشوهة. فقرروا ف، إذن سأستعمل رابط ف، فقرروا التعاون على تنظيفه. ثم أحضروا الشتلات والشجيرات وقاموا بغرسها والعناية بها. أخيرا أصبح الحي جميلا ونظيفا. لذلك سمي بالحي النموذجي. إذا لاحظ الأطفال أن النفايات أصبحت منتشرة في حيهم وأصبحت صورته مشوهة، فقرروا التعاون على تنظيفه. ثم أحضروا الشتلات والشجيرات وقاموا بغرسها والعناية بها. أخيرا أصبح الحي جميلا ونظيفا، لذلك سمي بالحي النموذجي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.